أعلنت السلطات اللاتفية حظر بث قناة RTL الروسية بسبب الدعاية المناهضة التي تمارسها ضد أوكرانيا، وذلك لمدة 3 أشهر. ووفقا للمجلس الوطني لوسائل الإعلام في لاتفيا، فإن مقدم أحد مقدمي برامج القناة والمدعو فلاديمير سولوفيوف تحدث في برنامجه في 2 مايو من العام الماضي بشكل عدائي ضد شعب أوكرانيا. وعلى برنامج 60 دقيقة قبل عام دعا السياسي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي إلى القيام بعمل عسكري على أراضي أوكرانيا. المجلس الوطني في لاتفيا أشار في تقريره إلى الكراهية والتحريض على الحرب من قبل الكريملين، معتبرا هذا الأمر غير مقبول.